السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الأمم المتحدة ودعم الفاسدين في العراق. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وبإمكان حضراتكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال تطبيق الواتساب عن طريق الرقم المخصص له، والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا مشاهدينا، تثير سياسات الأمم المتحدة تجاه العراق استغراب العراقيين وغضبهم بسبب السلبية في التعاطي مع الملفات الحساسة التي يعاني منها أبناء البلد، والذين طالبوا دائما بالدعم الدولي لمساعدتهم على التخلص من الطبقة السياسية الحاكمة التي جاءت لحكم العراق بفضل المؤامرات الدولية. تاريخ الأمم المتحدة في العراق بعد 2003 كان دائما يكشف اصطفافها بجانب الحكومات المتعاقبة على حساب معاناة الشعب العراقي. وبالرغم من كل الخطابات والبيانات التي تخرج من الأمم المتحدة لتبيان بعض الحقائق المتعلقة بحجم الفساد والانتهاكات في العراق، إلا أن التعامل مع هذه الملفات على أرض الواقع دائما ما يتسم بالسلبية. ومؤخرا زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بغداد، والتقى بشخصيات سياسية وحزبية وزعماء ميليشيات، لتطرح هذه الزيارة واللقاءات تساؤلات كثيرة بشأن جدية الجهات الدولية في محاربة الفساد والإرهاب في العراق بشكل خاص والعالم بشكل عام. مشاهدينا، دعونا نتابع هذا التقرير الإنفوغرافيك الذي يبين بعض الحقائق بشأن دور الأمم المتحدة في العراق. مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نتابع تقريرا سريعا يبين بعض الجوانب السلبية في تعاطي الأمم المتحدة مع القضايا الحساسة في العراق، وكذلك دورها في التعامل مع الحكومات المتعاقبة والأحزاب والميليشيات. لنتابع. Half of the ALOL's population is under the age of 12, deprived of their rights. لم يأتي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجديد، ولم يخرج عن إطار الإعراب عن القلق المبتذل عقب زيارته مخيم الجذعة بمحافظة نينوى الذي يقطنه مهجرون أعيدوا من مخيم الهول في سوريا، الذي وصفه بأنه أسوأ مخيم موجود في العالم اليوم. قلق لا يسمن ولا يغني من جوع لدى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين عاين غوتيريش واقعهم ووصفه بالمأساوي، وخصوصا آلاف الأطفال الذين نقلوا من جحيم مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجذعة، حيث يتعرضون للتنكيل بشبهة الارتباط بتنظيم داعش، رغم اعتراف اللجان النيابية أن الكثير من العائلات فرت باتجاه سوريا هربا من قصف التحالف وهجمات الميليشيات والجيش الحكومي على مناطقهم. الأمين العام للأمم المتحدة في جولته هذه اختزل الدور الأممي بحراك يمكن أن تقوم به أي منظمة معنية باللاجئين أو لجنة حقوقية محلية، فكانت تصريحاته مقتضبة متجاهلاً الواجب الأممي المفترض في الوقوف على أسس أزمة العراقيين عموماً بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية.
الواقع المأساوي في مخيم الجدعة لم يمنع غوتيريش من الإشادة بحكومة السودان ووصفها بأنها مثال يجب أن يحتذى به في العالم بمجال التعامل مع النازحين، في تناقض واضح مع الصورة المأساوية التي لم يستطع إخفاءها. نازحو العراق وباعتراف لجان حقوقية دولية يواجهون صعوبات في العودة تتعلق بعضها بالواقع الأمني الذي تفرضه الميليشيات، واقع لم يجد له صدى لدى غوتيريش أو حرج من أخذ صور مع زعيمي ميليشيات العصائب وبابليون المدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية بسبب ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية، وهم أنفسهم من يمنعون نازحي سهل نينوى من العودة لمناطقهم وفقا لصحيفة ذا ناشيونال. لقاء لم يخفي غوتيريش فيه ابتسامته يلخص الازدواجية الأممية في التعبير عن القلق على مأساة العراقيين من جهة، وبنفس الوقت دعم المسؤولين عن هذه المأساة. مشاهدينا نرحب الآن بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر معنا عبر سكايب، حياكم الله أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله ومشاهديكم الكرام. بداية، كيف تنظر إلى دور الأمم المتحدة في العراق بشكل عام وبعد 2003 بشكل خاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون الولايات المتحدة عندما أرادت شن الغزو وجريمة الغزو ضد العراق لجأت في البداية إلى الأمم المتحدة التي سبق لها أن استخدمت فرق تفتيش التابعة لها لإدامة حصار شامل وظالم لمدة 13 عاما، ولكنها فشلت لأن الدبلوماسية العراقية كانت قد أدت واجباتها وفضحت النوايا الأمريكية والبريطانية لارتكاب جريمة الغزو، ولكن مع ذلك تم شن الغزو على العراق وارتكبت هذه الجريمة. بعد احتلال العراق لجأت الولايات المتحدة هذه المرة إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بشكل عام، واستصدرت منها من مجلس الأمن قرارا يثبت احتلال الولايات المتحدة للعراق، وبالتالي هي استخدمت الولايات المتحدة استخدمت المنظمة الدولية لتسهيل مهمتها في العراق، ونجد أن كل الجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة ابتداء من ديميلو الذي تم تفجير مكتبه في حينها في فندق القناة في بغداد، وحتى بلاسخارت، نجد أنها هي يعني إنما تحاول تثبيت أو تقوم بالحقيقة بتثبيت مشروع الغزو والاحتلال في العراق، تضفي الشرعية على الانتخابات الشكلية المسرحية التي تجري في العراق، تضفي الشرعية على الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ويفترض أن الأمم المتحدة هي راعية أو والمشرفة على تنفيذ القانون الدولي، راعية حقوق الإنسان والمشرفة على تنفيذ لنتفق على نقطة أستاذ مصطفى، أن هل الأمم المتحدة عبارة عن قطع شطرنج بيد الولايات المتحدة؟ لا شك أن الأمم المتحدة فقدت الكثير من مصداقيتها وفقدت الكثير من استقلاليتها منذ سنوات بعيدة، ولا ننسى تلك زلة اللسان، تلك التي خرجت عفويا من خافير بيريز دي كويلار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عندما قال، وهو يغادر موقعه في الأمم المتحدة، قال أنا أغادر الأمم المتحدة التي هي يعني جزء من أقسام وزارة الخارجية الأمريكية. طيب، يعني هذا السؤال يقودنا إلى نقطة، أن الجهات التي تقول كلا كلا أمريكا وترفع شعار المقاومة بين قوسين للولايات المتحدة هم يضعون أيديهم بأيدي منظمة الأمم المتحدة، طوروا علاقتهم ببلاسخارت، أصبحت الآن يصفها البعض بأنها صاحبة أحد المكاتب الاقتصادية ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي. هل يمكن الفصل ما بين الولايات المتحدة وما بين الأمم المتحدة في العراق؟ لا يمكن الفصل. أنا قلت أن الولايات المتحدة استخدمت الأمم المتحدة لتثبيت مشروع الغزو والاحتلال وإضفاء الشرعية على كل الخطوات التي ارتكبت
والجرائم الحقيقة التي ارتكبت في العراق، هذا من جهة. أما من حيث أن هذه الجهات التي تدعي المقاومة، هذه الجهات طبعا هي لم تقاوم أمريكيا واحدا على الإطلاق، لكنها رحبت به وفتحت بيوتها ومقراتها وقواعدها له، وكانت في طليعة من يقدم الخدمات التجسس وخدمات من أنواع أخرى، خدمات الخدمة بكل أنواعها للمحتل الأمريكي. والولايات المتحدة أيضا حتى يعني العام الماضي ربما كانت تمول هذه الميليشيات، ونوقش هذا الأمر في الكونغرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تمول ميليشيات على سبيل يعني سبيل المثال ميليشيا بدر وغيرها كانت تتمول من الولايات المتحدة من مال من الأموال التي تجمع من دافعي ضرائب الأمريكان. نوقش هذا الأمر في الكونغرس الأمريكي، وتوقف بعد أشهر من حادثة اقتحام أو محاولة اقتحام بين قوسين اقتحام، لأنه حقيقة فتحت الأبواب فتحا وليس هناك أي اقتحام في الموضوع، للسفارة الأمريكية في نهاية عام 2020 كما نتذكر. طيب أستاذ مصطفى، الآن زيارة غوتيريش وصوره ولقائه بقادة ميليشيات وزعماء أحزاب متهمون بالفساد تطرح تساؤلات كثيرة، أن ما الدور الحقيقي لهذه المنظمة الدولية أو هذه الجهة الدولية في العراق؟ هل هي لترسيخ بقاء هذه الجهات الحاكمة، أم وكما تفضلت أنت بأنهم يرفعون شعارات القانون الدولي وحقوق الإنسان وغيرها، لكن لا يطبق أي منها في العراق؟ عندما تضفي الولايات، عندما تضفي الأمم المتحدة الشرعية على سلطة يعني خارج إرادة الشعب العراقي، وتزعم أنها انتخبت بإرادة العراقيين، وهذه السلطة سلطة ميليشياوية، يعرف الجميع ذلك، الميليشيات منتشرة في كل مكان ابتداء من مكتب ما يسمى رئيس الجمهورية وإلى مكتب رئيس الوزراء إلى مكتب البرلمان وأعضاء البرلمان وكل السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية بل وحتى الخدمية. فعندما تضفي الأمم المتحدة الشرعية على هذه السلطة فمعناها أنها تكون ضالعة في التعامل المباشر مع هذه الميليشيات الإرهابية. وهذه الميليشيات الإرهابية ليس فقط باعترافنا نحن، وإنما بلوائح الإرهاب العالمية الأمريكية بالدرجة الأساسية. طيب بما تفسر إذن تصريحات، على سبيل المثال باختصار، جينين بلاسخارت قالت سابقا بأنه لقد قلتها مرات عديدة الفساد هو أحد الأسباب الرئيسة للاختلال الحاصل في العراق، وأن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية. كذلك الأمم المتحدة اتهمت ميليشيات الحشد بارتكاب انتهاكات ما بين عامي 2014 و2016، والأمين العام تحدث بشكل شخصي في تقرير له عن انتهاكات حصلت وباختصار عمليات اغتصاب لفتيان تمت على يد جهات مختلفة من ضمنها الحشد. بما تفسر إذن هذه التقارير؟ يبدو أنها كانت تصريحات باتجاه تشكيل الإصراع بتشكيل حكومة يعني غير شرعية طبعاً، ولكنها مطلوبة لأجل استمرار هذا المشروع الإجرامي في العراق. هذه التصريحات كانت تخدم، من الواضح أنها كانت تخدم هذا الهدف وليس هدفا غيره. هل تأتي في إطار التهديدات أو إرسال رسائل مبطنة ربما إلى الجهات الحاكمة لسرعة التحرك على سبيل المثال؟ وربما هي بالتعاون أو بالتنسيق مع هذه الجهات أيضا. طيب جينين بلاسخارت عندما كانت وزيرة الدفاع الهولندية في عام 2015 ارتكبت مجزرة قضاء الحويجة في محافظة التأميم، وهي الآن ممثلة أممية تتحدث عن حقوق الإنسان. هل الأمم المتحدة تتعمد اختيار شخصيات من هذه النوعية لتمثيلها في العراق؟ بصرف النظر عن شخصية بلاسخارت بالتحديد، هذا الدور الذي ترتكبه أو يرتكبه ممثلو الأمم المتحدة في العراق هذا دور مرسوم بصرف النظر عن الأشخاص. يبقى الأشخاص لديهم لمساتهم الشخصية في إخراج المسرحيات، أما المشروع فهو مشروع إجرامي يتفق عليه جميع يعني جميع ممثلي الأمم المتحدة في العراق، بدءا من ديميلو كما قلت وانتهاءا ببلاسخارت،
كلهم كانوا ينفذون المشروع الإجرامي الطائفي الإرهابي، وكلهم التقوا بالمناسبة كلهم التقوا بعناصر من الميليشيات الإيرانية، ربما باستثناء الباكستاني قاضي عمر، قاضي عمر ربما، يعني ربما هذا هو الوحيد الذي لم يلتقي بالميليشيات في ذلك الوقت، لأن الميليشيات لم تكن بارزة بشكل كبير في تلك المرحلة، ولكن الجميع التقوا بالميليشيات وسهلوا لها وأمورها، وأيضا سفراء الدول التي يعني لها عضوية دائمة في مجلس الأمن كانوا لهم حضور دائم ومتكرر في مكاتب هذه الميليشيات الإرهابية. السؤال الأخير لك أستاذ مصطفى، كيف يتعين على العراقيين أن يتخلصوا من مشاكلهم وهذا الضغط الحاصل عليهم من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن معاناة العراقيين، عن مطالب العراقيين، وهم يقفون بصف الجنات؟ نعم، هو ليس تخلي، وإنما هو اصطفاف كامل في صف الجنات كما تفضلت، هو ضلوع كامل في الجريمة، وبالتالي ليس أمام العراقيين إلا أن ينتزعوا حقهم بأيديهم. الثورة هي المشروع الوحيد الذي يمكن أن يحمي مستقبل العراق بعد أن جرى تدمير ماضيه وجرى تدمير حاضره، وعلينا كعراقيين أن نحافظ على مستقبل العراق من خلال ثورة تزيح كل هذه الميليشيات الإرهابية والرموز الإجرامية التي طفت على السطح منذ 20 عاماً، نحن نراها تتكرر وترتكب دائما المجازر والجرائم بحق العراقيين، سرقة وقتلا وفسادا وإرهابا وفتنا طائفية، وآخرها ما رأيناه اليوم من مهزلة في باحة ما يسمى بالبرلمان العراقي الذي لا علاقة له لا بالبرلمان ولا بالعراق. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا معنا الآن السيد أحمد من ألمانيا، حياك الله سيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، أريد تنطيني وقت دقيقتين أتكلم به بصراحة. تفضل. يعني بوضوح. تفضل حياك الله. هناك 5 نقاط أريد أن أؤكد عليها، وهي أنه الأمريكان يتعاملون دائما مع القوي ولا يهمهم أي شيء من حقوق الإنسان ومما يصرحون به ويتشدقون به، ولكن المهم لديهم هو مصالحهم ألا تضر مصالحهم في المنطقة، هذا الأول. نعم. الشيء الآخر أن الأمم المتحدة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية الأمريكية، ولا يتم انتخاب أي أمين عام للأمم المتحدة أو موظف كبير في الأمم المتحدة ومؤسساتها من دون موافقة وغرين لايت من الأمريكان. نعم. الشيء الثالث، تغير نغمة المسؤولين الدوليين باتجاه العراق وباتجاه الميليشيات الطائفية ومن يحكم الحاكم الفعلي في العراق هي فقط لابتزازهم ودفعهم إلى تنفيذ مآرب الغرب ومآرب الأمريكية في أي شكل من الأشكال. ممكن أن يتهمون الخزعلي بالإرهاب، وممكن أن يتهمون العامري بالإرهاب، الغرض ليس أخذ حق الشعب العراقي من هؤلاء المجرمين وميليشياتهم، ولكن الغرض هو لابتزازهم ودفعهم إلى اتكاء إلى المسير باتجاه معين. طيب، سؤال سيد أحمد، يعني هل برأيك تسارع الشخصيات زعماء ميليشيات وجهات سياسية زعماء أحزاب لالتقاط الصور مع غوتيريش في بغداد، هل من أجل إرسال رسالة إلى المجتمع ربما الداخلي والخارجي بأنهم يحظون بالشرعية والدعم الدولي؟ أخي، ما زيارة غوتيريش وما زيارة المسؤولين الأمريكان من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة إلى المنطقة والسفيرة الأمريكية والتقاء هؤلاء المسؤولين أو 3 مسؤولين بالزعماء الطائفيين وزعماء الميليشيات والإرهابيين إلا توجيه رسائل بمتعددة الاتجاهات، واحدة إلى إيران بأنه سلطتنا في العراق، متى ما نريد نستطيع تغيير اتجاه هؤلاء القرد الذين يغيرون جنودهم كما يشاءون بمصالحنا. الشيء الآخر للمجتمع العراقي بالداخل بأنه لا نجاة لكم، اللي نريد نسويه احنا، نريد أرنب أخذ أرنب، نريد غزال أخذ غزال، والجهة الأخرى هي للمجتمع الإقليمي المحيط بأنه عليكم التعامل
مع الموجودين في السلطة، وممكن أن تشملكم العباءة الأمريكية، عباءة العمسام، ويسهروكم في بودقة معينة. طيب ماذا إذن وأنت كما تفضلت ولا يخفى على أحد مدى التأثير الأمريكي على الأمم المتحدة، أنه ماذا إذن عن هذه الشعارات التي ترفعها هذه الأحزاب والميليشيات، المقاومة وكلا كلا أمريكا وأمريكا المحتل يجب أن تخرج وكل هذه الشعارات، وبالنهاية يعلم القاصي والداني أن الأمم المتحدة لا تتحرك بأي خطوة تقف ضد المصالح الأمريكية، بل بالعكس هي تنفذ ما تريده الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. يعني لعد ليش يفصلون أو يحاولون الفصل ما بين الجهتين، وهي بالنهاية الأمم المتحدة هي عبارة عن وكيل للولايات المتحدة في العراق. أخي الكريم، ومن قال لك أن هذه الشعارات ترفع في العراق بعكس رغبة الأمم المتحدة وعكس رغبة الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أقول لك بأن هذه ترفع بإعاز من الأمريكا، شعارات الحشد وجماعتهم بإعاز من الأمريكان. نعم يا أخي، نعم بإعاز من الأمريكان. يجب أن يكون هناك منطقة صراع في العراق. نعم. هناك من يدعي أنه مقاوم، وهناك يدعي من أنه موالي للأمريكان، وهناك منطقة صراع، وهذه يجب أن تبقى منطقة رمال متحركة لتصفية نزاعات إقليمية ومحلية. الحقيقة الهدف الأول والأخير، وما تعيين بلاسخ السلبي مثل ما طرق لها الأخ سابقا بأنه كانت وزيرة الدفاع في زمن ارتكاب مجزرة الحويجة بالعراق كممثل الأمم المتحدة، إلا مسألة استفزاز لأهل السنة. المخطط الموجود هو أنه محو السنة من العراق تماما، وتسليم العراق لإيران. نعم. طبعا والكل، العراق وإيران والدول المقاومة والمفاتعة كلهم تحت العباءة. طيب. الأمريكية. شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا، أشكرك للمشاركة. مشاهدينا، كما عودناكم في برنامج منبر الرافدين نجري استطلاعات آراء في الداخل العراقي، نسأل المواطنين العراقيين بشأن رأيهم بالقضايا التي نطرحها، وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة التي تتعلق ب نظرتهم للأمم المتحدة وكيف يتابعون دور الأمم المتحدة بالتعامل مع القضايا في العراق، هل يثقون بالدور الدولي أو بالأمم المتحدة أو الداعم الدولي من أجل مساعدة العراقيين على الخلاص من هذه الحكومات، وكثير من الأسئلة التي طرحت على مجموعة من المواطنين جئناكم ببعض منها، دعونا نتابع ثم نعود. يعني مستفادة من عندهم، يعني مستفادة من عندهم. ذول الأحزاب هي جابتهم الأمم المتحدة، واللي جابتهم أمريكا، زين، وضياع أكثر الدول العربية والحروب مال الدول العربية بسبب قرارات الأمم المتحدة الجائرة. ولو كانت أمم متحدة فعلا وعدها كلام وتنصف هاي الشعوب لما صار بالدول العربية هذا، ليش ما يصير بالدول الأوروبية؟ زين، ليش هسه أوكرانيا كل الدول الأوروبية واقفة ضد روسيا؟ لأنه مصلحة. فهذا الشيء اللي صار، الأمم المتحدة هي سبب معاناة الشعب العراقي وهي سبب جلب الأحزاب. سي عمو، أنت برأيك من المفروض أن الأمم المتحدة تنصر المظلومين؟ نعم. وين هاي الشعارات؟ نعم، ماكو شعارات، هذه فقط على حبر على ورق، ماكو. أنت برأيك فقد ثقة عند الشعب العراقي للمجتمع الدولي؟ أبداً، لا بالجامعة العربية ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي، كلها تابعة للمصالح ومسيرة من قبل اللوب الصهيوني. الاتحاد، الشعب العراقي لازم ينتحد ويقعد من هاي النومة مالته. وأستاذنا العزيز قبل العام سدوا مصنع في روسيا، المصنع بي 3000 عامل، والظاهرة وقعدوا بالبيوت. طبعا مو مثلنا هنا، يعني شو اسمه، هذه على الانترنت، واحد من العمال جت رسالة بأنه يلتحق يرجع إلى العمل ماله. أول ما سأل قال لهم جاري فلان رجعوا وياي بالمصنع، قال له ما أرجعاني. فإحنا لو أكو نكران ذات من الشعب العراقي واتحاد ورفضوا هاي الأشياء، ها، لما صار هذا الحال اللي احنا بيه. هم اللي جابوهم وهم اللي خلوهم على رأس الهرم، واللي دي حكمونا من 2003 ولحد هم الموجودين، ومن جابهم جو على الدبابة الأمريكية.
المواطن العراقي مدى يخلوه يطالب بحقه، هامليه مهمولين احنا ما لنا حد. يعني حتى احنا سمنا هاي مطالبتنا زيادة الراتب والربع مدى يستجيبون لنا، قلنا نقدم طلب للأمم المتحدة انه تنضرب امرنا احنا الناس الشياب المخدور حقهم. اخي احنا شعب ما متكاتف، شعب ما متكاتف، مو ايد واحدة، كل حزب بما لديهم فرح. احنا لو ايد واحدة مثل الشعب المصري كان سوينا شارع. بس شنو اذا انا اطلع اطالب بحقي الورا يطعني بظهري يخليني اوقع بالقلب. مو ايد واحدة ما متكاتفين، وهذا الشيء الملموس بالشعب العراقي. لو كنا ايد واحدة كان جبنا نتيجة. ما لنا ثقة، ليش؟ لانه الامم المتحدة لو جادة مو جادة وانما شريك مع هذه الاحزاب. اكثر هذول الاحزاب المستفيدة، هاي مستفيدة، باقيين بس احنا ذول اللي لا حول ولا قوة له، ما نطلع نريد ندعم حقوقنا، فقلة قليلة وبالسلاح بالقوة بالارهاب. يجب التكاتف كل الشعب ويطلع طلعة واحدة حتى نتخلص من هذه الشرذمة. استمعنا إلى جزء من حديث مواطنين عراقيين بشأن دور الأمم المتحدة وتعاملها مع القضايا في العراق ورأي العراقيين بهذا الداعم الدولي لحكومات الاحتلال وللأحزاب والميليشيات. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين وضيفك الكريم مصطفى كامل أيضا. حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف الغزو الأمريكي على العراق من 2003 لحد الآن، وسبب الغزو اللي هو تدمير العراق بحجة أنه الدمار الشامل يمتلك العراق. فدخلوا العراق وفتشوا بكل مناطق بغداد ومحافظاتنا، ما لقوا أي سلاح دمار شامل اللي يمتلك العراق بتنا حكومتنا السابقة. فالمشكلة اللي عندنا اللي صار بالعراق بزت أكثر، يعني من مجاميع يعتبرون أكثر من هو دمار شامل للعراقيين، وهي سلطة الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003، هذا يعتبر دمار شامل للعراقيين. يعني من كل الأمور اللي وقفت عندنا الزراعة، وقفت عندنا الصناعة، قتلوا العلماء، قتلوا الأساتذة، قتلوا كل الامور، الافكار اللي الخيره اللي كان للحكومه العراقيين، واللي كان العراق بوجودهم انه متقدم وله كفاءاته وله اهله. فقتلوا جميع هذول العراقيين من شبابنا ومن رجاله ومن اساتذه الجامعات والكليات، بحيث ان العراق يرجع لورا اكثر من 40 سنه. طيب ابو عمر، سؤال يعني الأمم المتحدة ترفع شعارات القانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات ومحاربة الفساد ومحاربة الجريمة وغيرها من هذه الشعارات وغيرها من هذه النصوص والمواثيق والقوانين، وينها من التطبيق في العراق؟ أشو أول ما أجا الأمين العام للأمم المتحدة اللي تحدث وانتقد دور الميليشيات، ميليشيات الحشد وجرائمها وكشف حقائق، أجا حط إيده بيد قيس الخزعلي أحد أعمدة ميليشيات الحشد، واجا حط ايده بيد ريان الكلداني اللي ارتكبوا انتهاكات ضد العراقيين في نينوى، وغيرها وغيرها من الشخصيات اللي التقى بهم اللي عباره عن مجموعه من المتهمين بالفساد وارتكاب الانتهاكات وغيرها. وين هاي الشعارات الدوليه لعد؟ على من راح تطبق؟ استاذ محمد، انه امريكا انه اللي يعلون عنها بانه الانسانيه عندهم وحب المواطن، هذه شعارات كلها كاذبه. الامم المتحده ابو عمر، الامم المتحده، السؤال الامم المتحده. نعم استاذ، فهم ناس كذابين، يعني نقدر نقول عليهم صوره عامه كلها اعلانات وكلها اشعه. يعني اللي بعض العراقيين عرفوا منهم الامم المتحده ومنهم احزاب السلطه اللي يجتمعون وياهم واللي يقعدون وياهم، ونفس الوقت اللي يضربون الاماكن العامه اللي بالخضراء او القواعد الامريكيه اللي يضربوها، ونفس الوقت هم يتصافحون وياهم، ونفس الوقت كلا امريكا من
الاحزاب هم السلطه اللي يحكون عليهم بانه احنا رجال مقاومه ورجال انه سوف ناخذ ثار من سليماني وابو المهندس، فهم كيف انه ياخذون الثار ويلتقون مع ناس انه قتلوهم؟ فهذول الناس كلهم كاذبين، ناس باطلين. طيب، انه يدورون مصالحهم. شكرا ابو عمر. نعم، انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك. ويانا السيد ابو فارس من صلاح الدين. حياك الله استاذ محمد. اهلا وسهلا ابو فارس، كل الهلا. وحيا الله قناه العقيدين وحيا الله الجماهير. تفضل، حياك الله. اخوي العزيز، انا عندي نقطتين اريد اوصلها. النقطه الاولى تخص محافظ صلاح الدين، والنقطه الثانيه تخص الامريكان. تفضل. اخوي العزيز، الامريكان هم اكو ثلاث دول عالميا واقوى دول بالعالم، ايران، كوريا الشماليه وامريكا. لو ما خوف الدول العربيه من ايران، امريكا ما يقدر يبيع الاسلحه للدول العربيه. نعم، هاي اول شيء. لو ما قوه كوريا الشماليه، امريكا ما يقدر يبيع يعني الاسلحه ويابان وغيرها. هو مسيطر على الدول الاوروبيه. انا اقول لك هاي النقطه بالواضح والوضوح. يعني انت تقصد ابو فارس انه امريكا متعمده ابقاء ايران على وضعها وتغذية أدواتها بالمنطقة حتى تظل تسبب تهديد لبقية العرب، وبالتالي يظلون يعتمدون على أمريكا في تأمين الحماية لهم ويبيعوا لهم سلاح وغيرها، هذا قصدك؟ هو هذا المقصود. أما ما غزوة أمريكا للإيران هذا شيء مستحيل. يعني هنا النقطة، يعني ذول اللي عندنا بالعراق اللي يسمون نفسهم مقاومة، ذول اللي هم يقولون احنا نحارب الاحتلال ونريد نطرد الامريكان وما ادري شنو من هالشعارات، هم ادوات لتنفيذ المشروع الامريكي في العراق. هو هذا المقصود اخوي العزيز. لما ايران ايران نعم. ايران وجه الصواريخ على قائد عين الاسد الامريكيه بالعراق. اخوي يا اخي العزيز، قبل ما يوجه الصواريخ حذرهم، احنا راح نوجه الصواريخ على قائد عين الاسد. نعم، يعني معقول كل هالصواريخ ما اثر ولا 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 تصاوب جندي امريكي لو ما اكو اتفاقيه؟ نعم. هو طيب، الميليشيات. سؤالي لك سيد ابو فارس، اليوم يدعمهم. نعم، اليوم احنا نتكلم عن دور الامم المتحده بدعم الحكومات الموجوده بالعراق. يعني المفروض على الامم المتحده انها تنصف المظلوم، هذا دورها، انه هي تعين الشعوب المظلومه على الصمود او مقاومه او الوقوف بوجه الحكام الظالمين. شو اليوم احنا بدنا نشوف الامم المتحده اجت للعراق تمجد بحكومه محمد الشيع السوداني، راح يفعل راح يسوي، انطوه فرصه، يحتاج وقت. اخوي العزيز. نعم. استاذ محمد تفضل. اكو مثل يقول لا تستعين بالظالم على الظالم حتى لا تصير فريسه اثنين. هو امريكا ظالم وهاي الحكومه العراقيه هم ظالمه. الظالم يدعم الظالم على الملوء، على الشعب المتدمر حياته وسنينه وتعبه ومنتهي، والفقراء والمساكين كل هاي دم. نعم. الابرياء يروح. الحكومه ظالم وامريكا ظالم، الظالم يدعم ظالم على الملوء، على المظلوم والشعب المظلوم. طيب، عندك نقطه كان بخصوص صلاح الدين قلت. والنقطه الثانيه اريد اوصلها من قناتكم طريق يعني تخص الدرجه الوظيفيه التابعه لمحافظه صلاح الدين. نعم يا اخوي العزيز، كل محافظات نشروا اسامي، بقى محافظه صلاح الدين لحد هسه ما منشر الف وظيفه، الف درجه الوظيفيه. ليش؟ لان هذا انا سمعت به وتاكدت انه هذا بين النواب، هذا يقول الي وذاك يقول الي، والفقير والخريج والخريجه قاعد بالبيت تنتظر. بس ينشرون الاسامي ما ينشرون، وبحياتهم ما راح ينشرون، لان هاي النائب يقول نص الي وذاك النائب يقول نص الي وذاك يقول نص الي. طيب، انا اشكرك سيد ابو فارس من صلاح الدين للمشاركه. ويانا سيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. قناتكم الكريمه طبعا على الله. الحديث على المحور المقاومه. أي. واللي يدعون انهم مجاهدين من 20 سنه. يعني هاي ال 20 سنه وقبلها من 20 سنه ما شفنا محور المقاومه المتمثل بالبدر او حزب الدعوه او حزب الله اللبناني. نعم. او حتى الحرس الثوري اطلق اطلاقه واحده بالضد من الكيان الصهيوني المغتصب للاراضي الفلسطينيه ابدا. يعني هم مو
جادين بعدائهم لإسرائيل وحتى أمريكا. نعم. لا عندهم فتوى بالجهاد بالضد من الأمريكان، لا من السيد مقتدى الصدر أو حتى المرجع السيستاني. أبدا ما عندهم غطاء ديني أعطاهم فتوى بالجهاد بالضد. إذا أنتم مجاهدين شون وتقعدون معهم مع السفير الأمريكي على طاولة حوار واحدة. نعم. ممثلة الأمم المتحدة مع الأسف احنا مجربيها بالحصار اللي دام 13 سنة علينا، كان موقف الأمم المتحدة سلبي جدا. نعم. المجاعة اللي صارت والناس اللي ماتت ونقص الدواء والغذاء، يعني موقفهم سابقا سلبي، والآن تشوف التوجهات لهم الحجية بلاسخار تشوفها توجهاتها مع السوداني مع مصطفى الكاظمي مع المحور الإيراني وليس محور المقاومة. فشوفهم تواجدهم هنا ما منصفين المظلومين من القتلى من الناس الأبرياء من ثورة المحافظات ستة أو ثورة تشرين المباركة. ما شفنا الأمم المتحدة انتقدت بصورة رسمية هذا القتل، ولا حتى قدروا يسمون الجنات واللي معروفين هم كلها هي فصائل الحشد. نعم. فصائل الحشد هي اللي تقتل وهي اللي تسرق وهي اللي دخلت المخدرات وهي اللي مسيطر على كل فواصل الدولة وهي اللي تجي تهرب الدولار إلى إيران في سبيل معقولة معقولة ما عندهم علم بحقيقة الأمور في العراق وهي جهات دولية عندها كل الأدوات اللي تثبت لها الحقائق أو تكشف لها الحقائق بالعراق؟ أستاذ محمد والله العظيم أجزم لك بالله أن يومية تجيها تقارير مفصلة عن كل ما يدور بالداخل العراقي، والأمريكان عندهم علم وهم كانوا غطاء جوي للميليشيات من تسرق والممرات الآمنة اللي يخرجون بها الأبرياء من محافظات الموصل وصلاح الدين وديالة وبحزام بغداد والأنبار. على شنو ذولا اللي دي يحكمون العراق يصدعون رؤوسنا؟ هي امريكا، امريكا تريد هاي الطبقه السياسيه الحاكمه طبقه. نعم. يعني ما عندها ولا ما عندها مبادئ ما عندها عقيده ولا عندها فكر ان يبنون دوله، هم تريد ذولي ما ينطبق عليهم ما ينطبق عليهم ذولا اللي دي يحكمون باحزابهم وميليشياتهم مصطلح ابناء السفاره، مو باعتبار ان هم يحركون من قبل الامريكان والسفاره الامريكيه والايرانيه؟ هم ذولي أبناء السفارة الحقيقيين، هم المالكي والحشد اللي سماه تسميات حقيرة يعني يعني أمة الجمناء سماها. نعم. ذولي هم أمة الجمناء أولاد السفارة، وتشوف هسه السفيرة الأمريكية من تلتقي برئيس الوزراء وتلتقي بمحمد الحلبوسي وتلتقي بالزعامات الكل الزعامات وقادة الكتل، هاي شي سموها؟ هاي سموها خيانة. إذا أنتم جاي تأتمرون وعدكم غطاء سياسي من أمريكا جاي تمشيكم. نعم. طيب أنا أشكرك سيد صباح من بغداد، ويانا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد يريد يحكي على المقاومة لا يزود على أخوه. نعم. هم إذا دول الأحزاب هم دول ولد أمريكا أستاذ محمد، ليش هي شغلة مقبعية؟ ما معروفة ليش هي. دول الأحزاب هم تابعين لأمريكا أستاذ محمد الله يخليك. نعم. احنا والله نقاوم الأمريكان، يا أمريكان عم تتقاوموا الأمريكان، انتوا هم جابوكم وحطوكم نصبوكم هنا. نعم. هم لو ما الأمريكان انتوا انتهيتوا، بس الأمريكان هم اللي مخيمين عليكم يا أستاذ محمد. سيد أبو عراق، شلون تشوف الزيارات اللي الزيارة اللي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، وبدل ما يوقف بوجه الحكومة مع العراقيين، لا وقف بوجه العراقيين مع هذه السلطة الحاكمة مع الأحزاب مع الميليشيات، قاعد ياخذ صور وياهم، انطاهم شرعية او وصلوا رسالة انهم عندهم شرعية دولية بسبب هذه الزيارة. يعني منو بقى للعراقيين اليوم يا ابو عراق؟ والله يا أستاذ محمد بقى بس همة العراقيين. هم شوف هذا العراق ايش ما يسوون يا أستاذ محمد، ايش ما يسوون به، لكن ما يقدرون على الشعب قوي إن شاء الله. هاي الحكومات تروح تزول كليته، تزول الحكومة وتزول الأحزاب، يبقى الشعب إن شاء الله متوحد. احنا أمننا بالله وبالشعب هذا اللي وعى بصراحة، يعني الشعب بعد مو مغفل أستاذ محمد، عرف من الأعداء وعرف، وهاي الأحزاب اللي جاي تتكلم يا أستاذ محمد ما هم تابعين الأمريكان وتابعين ولاهم للبلدان الأخرى. إن شاء الله أمننا بالشعب أستاذ محمد. نعم سيد أبو عراق، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة.
مشاهدينا، كما قلنا لحضراتكم قمنا بإجراء استطلاع رأي وعرضنا لحضراتكم جانبا منه، دعونا نشاهد الآن جانبا آخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع العراقي. أساسا الأمم المتحدة لها ضلع جمعيات هذه الأحزاب أساسا، لأن الأمم المتحدة لو تريد كان ما خلت هيجي نماذج عندنا، وحدة فرقت الشعب العراقي وخلت فئات عالية وفئات منتهية، فئات تعتبرها مو من العراق وفئات من العراق، قد يكون اللي توابع الغير جهات، هذا واحد. الواحد الثاني، كل جيوش العالم، كل جيوش العالم الناس اللي تطلع متقاعدين لها نظرة خاصة عدا المتظاهر بالعراق، ما له أي حق. شنو السبب؟ وخاصة اللي بالنظام القديم يعتبرون نظام بائد. وبالنسبة للعسكري، العسكري يحمي بلد، ما أكو جهة معينة لفلان. طلعت على العالم مظاهرات لكن ما لقوا دعم، ومن يطلعون عليهم هذا يصحون عليه جوكري وهذا ما أدري شنو. ترى أنا هم طلع بتشرين بالمناسبة، أنا من الجيش السابق وخدمت بهذا الجيش، وضافوا لي خدمة القديمة ويأخذون عندي توقفات تقاعدية ويعطوني راتب 470، يقولون أنت من الجيش السابق، مع العلم أنا وياهم هسه. هي دائما تكون استفادات من المتحدة ضد الأحزاب، الأحزاب تمول الأمم المتحدة، والأمم المتحدة شو تسوي؟ تمول الأحزاب ضد العراقيين، فموضوع هذا إحنا منتهين له من زمان. مثل ما صارت إحنا أشدنا هواي الأمم المتحدة وقت أيام تشرين وما سمعت أي شيء، الشعب انقمع بكل الطرق، كأول مظاهرة تنقمع بالعلم بالقناص انظلموا بها هواي الشباب، بعدها كان محافظات البقية من وقت تشرين وغير تشرين همينة، بس ما حد جاي يسمع من الأمم المتحدة مستفادة. شو سوى الشعب يتخلص من الحكومة الفاسدة؟ لازم يتكاتف، يتكاتف كل الشعب، بس الشعب ما يتكاتف. ليش؟ لأن كل واحد عنده عمه وخاله وضلعه وصاحبه بالأحزاب مقسمة، الولائي والغير الولائي والتابع لفلان ويسقط بفلان ويصر فلان، فأنا منتهي من هذا الشيء، ما يتكاتف بس. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن دور الأمم المتحدة في التعامل مع القضايا في العراق. الجميع وصف الدور بالسلبي، ووصف هذه الجهة الدولية بأنها تدعم الجنات، تدعم الظالمين، تدعم الفاسدين، تدعم الميليشيات، وتدعم الحكومات الموجودة في العراق بعد 2003 التي تسببت بدمار هذا البلد، بتشريد شعبه، بقتله، بالقضاء على الخبرات، بتهجير الكفاءات، دمرت هذا البلد، سرقت الثروات، لم تبقي حياة في هذا العراق، وهي تشاهد وتعلم بحقيقة الأمور والأشياء عن طريق تقارير دولية، تصريحات، تأكيدات من الداخل ومن الخارج بشأن حقيقة الأمور في العراق. لكن مثل ما استمعتم إلى حديث الأستاذ مصطفى كامل وأيضا المتصلين الكرام والإخوة اللي قمنا بإجراء الاستطلاع، استطلاع رأيهم، أكدوا جميعا أنهم لوحدهم، أن العراقي لوحده بعد أن تخلى الجميع عنه، بعد أن تواطأ الجميع على تدمير بلده وعلى قتله وقتل أبنائه وقتل أحبته، وبالتالي تركوا الشعب لوحده بمواجهة سلاح الميليشيات وفساد السلطة بغطاء ودعم دولي. ويانا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هم ذولا جماعة المقاولة يتهمون الثوار والأحرار اللي طلعوا طلبوا أبسط حقوق الإنسان. نعم. ها، اتهموهم بالسفارات، أهل السفارات. منو أهل السفارات؟ ها، قاموا يتراكضون ذولا جماعة المقاولة لزيارة وزير الدفاع، قاموا يتراكضون للسفارة الأمريكية. نعم. من طلع أهل السفارات؟ إحنا لو هم أهل السفارات. نعم. كافي بعد تضحكون، أنتم تضحكون على القرقوزات اللي مثلكم وأمثالكم. ما تضحكون على الشعب العراقي. نعم. سيد أبو علي، شنو رأيك بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق؟ وشلون شفت تعامله مع القضايا الموجودة بالعراق، معاناة العراقيين، وكذلك شلون شفت الصور
اللي أخذها مع زعماء الميليشيات والأحزاب؟ والله الأمم المتحدة متفقة مع الميليشيات بسرق العراق وقتل الشعب العراقي، هاي الأمم المتحدة، هذه يعني حتى الممثلة في الأمم المتحدة بلاس خالد 24 ساعة قاعدة ويا الميليشيات وقاعدة ويا العصابات، واليوم بهولندا طالعين مظاهرات العراقيين، ها البرلمان الهولندي يقولون انتم عندكم امان بالعراق، عندكم امان واحتمال يريدون يرجعوهم. شلون وصلت هذه الفكره الى 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 البرلمان الهولندي؟ شلون عرفوا ان احنا عندنا امان؟ ما اعرف، ممثليهم قاعدين قالوا لهم زين اذا اكو امان ايش عدة الجيش الهولندي لحد الان في العراق؟ اذا اكو امان، اكو بلد دي امان دي 90 فصيل ارهابي؟ اخي الامم المتحده ومنظمات حقوق الانسان على اساس كلهم متفقين على شعب العراقي ونهب العراق وسرق العراق، وعلى راسهم الامريكان، وذولا الميليشيات والعصابات الخضراء هم العملاء المدللين لامريكا ولاسرائيل وبريطانيا وحتى اوروبا. سيد أبو علي من لندن، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة، وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.